واحدة من المباريات القوية والمثيرة في هذه الجولة، لأنها جمعت بين جارين، بين فريق مولودية دبيجي الذي حقق بداية مقبولة هذا الموسم بعد عودته السريعة إلى الرابطة المحترفة الأولى، وشباب قسنطينة الفريق الرائد أو بطل الموسم الماضي، والذي يسعى للحفاظ على لقبه وعلى بطولته الموسم الماضي. طبعا شباب قسنطينة صار هدفا لكل الأندية، ومن بين هاته النوادي نجد فريق مولودية بجاية الذي قدم مباراة مقبولة مدعوما بأنصاره الذين حضروا بكثرة، وافتتاح باب التسجيل كان من جانب الفريق المحلي مولودية بجاية في الدقيقة 11 عن طريق دهار بهذه الطريقة. طبعا الصور بعث لنا بها زميلنا طارق إينوري الذي بذل مجهودات كبيرة لإيصال هذه الصور في هذا الوقت. قلت دهار افتتح باب التسجيل، مصطفى مازا دهار الموسم الماضي كان مع شباب قسنطينة، مصرح من شباب قسنطينة يعني ما غادرش بإرادته. نعم مصرح من شباب قسنطينة، اليوم يأكد له أنه كان قادر أنه يكمل يعني المشوار تاعو في شباب قسنطينة، لكن ظن أنه تأرى لنفسه وسجل هدف سمح لمولودية بجاية أنه يأخذ النقاط المهمة للفريق. فعلا نقاط مهمة للفريق للموب الذي صار في رصيده 8 نقاط كاملة بعد هذا الفوز بفضل هدف واحد سجله دهار في الدقيقة 11. مباراة كانت مقبولة على العموم، هذه إحدى المحاولات دائما من جانب فريق مولودية بجاية، وبقية الأمور على حالها إلى غاية النهاية، نهاية المباراة 3 نقاط يظفر بها فريق مولودية بجاية الذي يحقق بذلك الفوز الثاني له في البطولة.